الإمام ماذا كتب في التوقيع؟ إنني أقرأ عليكم من كمال الدين وتمام النعمة، طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، صفحة 512 من التوقيع الشريف. وأما المتلبسون بأموالنا، المتلبسون بأموالنا الذين خالطوا أموالنا قطعا بطرق اللصوصية، بطرق الخداع، كيف تلبسوا بها؟ وهذا هو بالضبط الوصف الدقيق الذي ينطبق على مراجع النجف وكربلاء، على المراجع الطوسيين بشكل واضح. وأما المتلبسون بأموالنا فمن استحل منها شيئا، يستحلون هذه الأموال تحت عنوان المجهول المالك ويعبثون بها كما يشاءون. وفقا لأي دليل يعطون الرواتب للمعممين؟ لا يوجد عندهم دليل مطلقا. وفقا لأي دليل يمنحون ثلث الأخماس لوكلائهم؟ أكانوا محتاجين أم لم يكونوا يمنحون الوكلاء رواتب؟ والناس أيضا تقدم لهم ما تقدم للوكلاء أنفسهم، ومع ذلك يمنحونهم الثلث من الأخماس، ويمنحون بعضا منهم الذين يكونون أكثر دلالا النصف من الأخماس، والبعض يأخذون الأخماس طرا بكاملها، تارة يسرقون المرجع وأخرى المرجع هو الذي أباح لهم أن يفعلوا ما يفعلون. وحتى الذين يسرقون يعلمون بهم أنهم يسرقون، ولكنهم يريدون للفاسدين أن ينتشروا حولهم كي يضيع الفساد، كي يختلط الحابل بالنابل. هذا هو الذي يجري على أرض الواقع. لو لم يستحلوا أموال الإمام، هم سرقوها باسم الإمام، لو لم يستحلوها لما ورثوها لأبنائهم، لما صرفوها في تدمير الذين يخالفونهم، لما قدمت للنواصب. المرجعية السيستانية تقدم الكثير من الأموال للشخصيات الناصبية من الوهابيين ومن الأزهريين ومن غير ذلك، قطعا أتباعهم البعض منهم سيقولون من أنني أكذب في هذا، وأنا لا أكذب، هذه حقائق. والبعض منهم يقولون من أن المرجع حر يتصرف كيفما يريد. السؤال، كل هذا وفقا لأي نصوص من القرآن أو من حديث العترة؟ إذا كنتم على دين محمد وتقولون نحن شيعة لمحمد وآل محمد، محمد أوصانا أن نتمسك بالكتاب والعترة فقط، أن يكون الدين من هذين المصدرين فقط، فمن أين جاءونا بأحكامهم هذه ومخططاتهم هذه واقتراحاتهم هذه؟ من أين جاءونا؟ من أية سورة؟ من أية رواية؟ فارشدونا لعلنا نهتدي بهداكم.